Please welcome Mrs. Angie Chalhoub, Angie Paris. Thank you for coming to Lebanon. We really appreciate your presence. You did a wow for Lebanon. Our minister is here to greet you, and we are so happy that you are with us. You don't need us to tell about your achievements. We know you have a lot. You are exposing in the pre-opening of the Fashion Week in Beirut, which is La Moda Beirut. We are so proud to have you. We thank Forum de Beirut because they are our best supporters for tonight and all our sponsors. We would like to ask the minister to say a word and to hand you a trophy. يعني ما في شك انه كلنا بنعرف مشاكلنا الاجتماعيه، كلنا بنعرف مشاكلنا السياسيه، انما بنفس الوقت عم نشهد نهضه حضاريه لا مثيل لها في لبنان. وشو هو معيار الحضاره؟ طبعا الحريه والديمقراطيه وكل شيء فينا نناقش حواليهم، انما ايضا بقوه الفن، بقوه المصممين، بقوه المؤلفين الصيغه، بالفنانين المؤلفين الموسيقى والمطربين ايضا، المثقفين. بعتقد كل هالمعايير موجوده بلبنان اللي بخلينا نقدر نقول على كل حال بنظرنا انه بدون مثيل نحن بعتقد عاصمة الحضارة في هالمنطقة. وهالحدث بالذات اللي بنذكر جوني وكان صعب جدا وكان فكرة وتحدي وتحول طبعا الى انجاز، ونشكر الجميع اللي ساعد لانجاز هالحدث اللي ان شاء الله يكون سنوي، كمان بظل انه لبنان بيقدر يضل عاصمة الحضارة، وايضا يكون في مصممين لبنانيين اللي عم ينجحوا في العالم يقدروا ايضا يسكنوا على حركة لبنان. فأكيد ست انجي بس بدنا نقول انه انت ايضا برج الحضارة، ومثل ما ورا كل رجال عظيم في امرأة، كمان ورا كل امرأة عظيمة في رجال. فأنتوا اليوم عم تعطوا الصورة الحضارية للبنان بالعالم، ونحن هالصورة اللي بنريدها، ونريدكم أكثر تجوا على لبنان أيضا تبرزونا هالإبداع الموجود. فكل سرور اليوم عم نكمل. اللي عندنا هون سمحتوا على الوكيل.